ثقيله ثقيله جدا. الباقه اللي احنا عملناها بالانجلش فيها مستوى انجليزي اعلى بكتير جدا من اللي كان بيتقال عليه المستوى الافريقي. يعني بمعنى اخر اللي هياخد اللغه الانجليزيه في حصه ومعاها الباقه دي بالانجليزي بياخد مستوى يفوق اللي كان زمان بياخده ساينس وماس ومستوى رفيع بكتير. وانا بقول لكم الطالب والام والمعلم هيجي صعوبه في فهم الانجليزي ده. الدروس والاهالي عاوزين يعرفوا احجز يعني في الدرس ولا ما احجزش. انا بقول له ايه؟ احجزه. لان اللي هيعملوا لك في الدرس انت كده رميت في مسافه التعليم. انا مش ناوي اسالك السؤال اللي هو يعلمه لك ده. انا قلت لك اهو. قد اعذر من انذر. تكلفه ترميم النظام القديم بالارقام 5 أضعاف تكلفة بناء النظام الجديد، إيه رأيكم بقى؟ يعني الاستثمار المهم اللي بنعمله في رياض الأطفال مكلفنا 5 اللي بنحاول نعمله في ولاية سنوات.